بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم في هذا اللقاء اليومي المتجدد مع العالم الجليل دكتور عمر عبد الكافي واهل الحكمه. اهلا يا مولانا. اهلا وسهلا، ازي صحه حضرتك؟ الله يرضى عنك دائما يا رب تكون بخير كده وبصحه وسعاده في رمضان. ربنا يبارك فيك دائما يا رب يديك الصحه دايما. الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله النهارده ايه عنوان حكمتنا النهارده؟ احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. اما بعد، اذا اردت ورود المواهب عليك صحح الفقره والفاقة لديك، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. الذي عايز بقى شرح وتفصيل وتفسير. واحد عايز ربنا يعطيه الخير، أيوة، وينزل عليه شيء من فهمه للدين، فهمه لحقائق الحياة، محبته لله ورسوله، خشوعه في الصلاة، حبه للمساكين، حبه العمل الخير، أن يكون مفتاح خير مغلق شر، عايز في كل زي ما قال العلماء اضرب في كل غنيمة بسهم. عايز يعني يحضر مجلس العلم ده ومجلس القراءة دي، ويروح يزور اليتامى دول، ويروح مثلا يتهن له أو يعمل له فصلين من فصول مدرسة قايلة للسقوط، يجيب له غسيل، جهاز غسيل كده، جهاز أشعة مش عارف إيه، يصرف على ولد النوابغ، يعني هو عايز يعمل الخير ده كله، وعايز المواهب دي تنزل عليه، وبيعمل حاجات دي دون ايه؟ دون تكلف. طب ازاي اديله كلها؟ اذا اردت ورود المواهب عليك صحح الفقر والفاقة لديك. قل انا فقير الى الله، انا تعبان، انا في امكانياتي المحدودة لا استطيع ان اعمل الا اذا قواني رب العباد عز وجل. يعني هو ابن عطاء كان له مناجاه عجيبة مع الله، يعني يقول ايه؟ يقول اللهم انا الفقير في غناي، فكيف لا اكون فقيرا في فقري؟ وانا الجهول في علمي، فكيف لا اكون جهولا في جهلي؟ اذا كان علمي انا قاصر وجاهل، اما لما اقول انا اصلا جاهل يبقى الوضع ايه؟ واذا كان انا عندي شويه فلوس ولا مال انا اصلا فقير، لان ممكن المال ده يضيع، والمال ده بالنسبه للمال الدنيا ايه، بالنسبه للي ما عند الله ايه؟ طب ما انا اصلا فقير اساسا، انا الجهول في علمي، فكيف لا اكون جهولا في جهلي؟ وانا الفقير في مالي، فكيف لا اكون فقيرا في فقر؟ الفقير في غناي، فكيف لا اكون فقيرا في فقري؟ هو يقول ان انت عايز المواهب تيجي عليك، خليك ذليل لله الاول، اتمسكن لله. انت يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الحميد. خلاص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اصابتكم فتنه الضراء فصبرتم وسوف تصيبكم فتنة السراء، فأخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فينسى بعضكم بعضا فينساكم رب السماء عند ذلك. يعني لما الدنيا تفتح يصبح المال دولة. يعني ايه المال دولة؟ يتداوله الأغنياء. يقول انت انا ليا عندك 20 مليون والتاني يقول 22 مليون طب الفقير راح فين ده كله؟ طب فين حق الفقير؟ سبحان الله. فالكارثة الكبرى أن الفرق بين المعطي بسهولة والمعطي بحساب، ان المعطي بسهولة انا اقول له خد يا فلان تعالى ال25 دي وصلها للمسكين فلان خلاص، وخلي بالك ال975 دي خليها معاك تمام. لكن لو اعطيته ال1000 الاول على بعض، خلي بالك فيهم 25 لاخوك، قول لي يا اله الا الله، ما كنا كويسين، لا اله الا الله. فهو الاول الانسان الغني بالله شعر ان ده حق الفقير الاول، لانه زي ما لنا حق هو له حق، وفي اموالهم حق معلوم. معلوم ايه؟ معلوم القدر والقيمه والزمان، معروف امتى هطلع هذا المبلغ بالقدر ده لمن. فالغريب في مال الزكاه، عشان برضه ورود المواهب، انها معمولة يعني عكسية مع المجهود. نعم. فاذا كان جهدك في العمل كبيرا كان نسبة الزكاة قليلة. يعني رجل الاعمال كل يوم يروح ويشوف ويتاجر ويعمل بتاع المصنع ويجيب الالة تبوظ والالة تخرب ومش عارف ايه، والراجل اللي بيشتري بواخر او سياراتها لنقل مش عارف ايه، عايزة مش عارف عمرة وعايزة كذا وعايزة كذا، فالعمل ده كله قال لك 2.5%. تمام؟ واحد راح بنى عمارة، بنى العمارة وخلصت، بدأت تسكن، قال له 5% زي الأرض اللي إيه؟ بتروى بإيه؟ بتروى بآلة. طيب، الأرض بتروى بالمطر كده، يا دوب المطر ينزل الزرع يطلع يحصد ويبيع، قال له 10%،
يعني كل ما كانت سهله كل ما تدفع اكتر. أي. كل ما كانت صعبه كل ما... طيب زكاه الركاز يحفر الابير البترول الى منجم ذهب، قال له 20%. في على انت تقل في العمل تكثر في الاخراج، سبحان الله. فالاسلام غريب وعجيب لانه دين الله سبحانه وتعالى. فاذا اردت ورود المواهب عليك صحح الفقر والفاقه لديك، قل انا يا رب فقير ومحتاج الى عونك والى مغفرتك والى رحمتك والى ان تعدني وان تحببني في الدين. لان الكارثه ان الانسان ينظر الى يعني عايز اقول ايه عطاءات الدنيا بس. طب عطاءات الدنيا اقول لك شيء، تعال نحسب بحساب البصر وحساب البصيره واحنا السلاح كلنا. انا معايا 100 جنيه في جيبي، خلاص، جي واحد فقير، رحت مطلع من المية 10 فديتها له، بقى بجيبي كام؟ 90. لا 190. ازاي؟ هو العشرة طلعتها لي بمية، فالتسعين اتحطت فيها بركة 190. انا لما طهرت وطلعت، انت ربنا عايز يقول ايه؟ هو انت يا عبد الله اغنى مني انا؟ اكرم مني؟ لا. طيب انت العشرة طلعتها لي هرجع لك بركة 100، يبقى اللي بجيبك مش 90، معك 190. الله. طيب هنطلع فاصل نرجع تاني نواصل مع عالمنا الجليل الدكتور عمر عبد الكافي. يعني لكم تاني مع فضيلة العالم الكبير دكتور عمر عبد الكافي، وكنا نتحدث عن هذه الحكمة العطائية الجميلة. إذا أردت ورود المواهب عليك فصحح الفقر والفاقة لديك، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. يعني ربنا هيتصدق عليك لما تكون فقير، مش فقير المال، فقير إليه. وكلنا فقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. نعم. والله هو الغني الحميد. ليه؟ لأن حتى صاحب المال لو كان عنده مثلا 50-60 مليار من أغنى واحد في العالم في القائمة، كويس؟ لكن فقير إلى السعادة، فقير إلى الهدوء، فقير إلى الراحة، إلى الصحة، لا فقير إلى 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 صحة الصدر. نعم. إلى انشراح، قد لا يشعر بالسعادة، قد يعني سبحان الله لا يتحرك إلا بالأدوية، وأنت تراه من ظاهر الأمر أنه عايش بحبوحة من العيش. الكارثة أن صاحب الملايين المسلم اللي كمان ما بيخرجش زكاة ماله، دي مصيبته مصيبة. يبقى المال صار وبالا عليه. بعد المال ما كان وسيلة يدخل عبد الرحمن بن عوف الجنة ويدخل أبو عثمان وأبو بكر الجنة، أصبح المال هذا مثار مصيبة عليه، في أن أولا أولاده ممكن يوصل 70-80 سنة كده إذا يروح يبني عزيم المساجد ويعمل خيرات ويودي الجمعيات، أولاده يخافوا على الإيه؟ على التركة. يعملوا ايه؟ يعملوا عليه عملية حجر. تخيل ابن يقف امام ابوه، وابوه لسه عاقد وراسي وحر في ماله. هو صحيح عند الوفاة او مرض الموت كبر السن ليك حدود الثلث. طب هو حر ياخد ثلثه؟ لا، هو مش عايز حد يطلع بره. فهنا الكارثة. فيبتدي ايه؟ يعني يحط العراقيل امام الشيطان، ان ده من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. تخيل الولد بقى عدو له. ليه؟ لانه مش عايز ابوه يدخل على الجنة، مش عايز يدخل على الخير، مش عايز يعمل الخير، نتيجة هوى الولد. فهنا وزيك تجد التاريخ الاموال الكبيرة او التركات الكبيرة اللي بيتركها الاب لاولاده، عندك نوعين. الرجل الموظف اللي مات وترك عيال حبايب جدا مع بعض، اصلا يتخانوا على ايه؟ مش حاجه يتخانقوا عليه. هو المعاش امهم تاخده خلاص وانتهى الموضوع. اما التاني بقى يقول انت ليه ياخد الشركه الفلانيه وانا ما اخدش الشركه الفلانيه؟ ليه ما اخدش مش عارف ايه وانا لا. سبحان الله. لكن لو ان هذا المال حلال وبيقين وهو غرس في العيال المحبه ولم يميز ولدا على ولد ولا بنتا على بنت، والله العيال دول يظلوا، ونعم المال الايه الصالح للعبد الصالح. يعني انا اتمنى كل المسلمين يبقوا اغنياء. ليه ده؟ يعني ما اذا اردت ورود المواهب عليك فصحح الفقر والفاقة لديك لله، انما الصدقات بالزيد، يعني بالآية، انما الصدقات للفقراء والمساكين. الله سيتصدق زي ما انت بتصدق يا مسلم على الفقير والمسكين، انت فقير الى عفو الله. لذلك قال العلماء ايه؟ افضل يقين عندك ان تفتقر، افضل عز او افضل غنى ان تفتقر الى الله. يبقى انت كده ايه غني، لكن ان تستغني عن الله انت كده افتقرت. فاحنا لا نستغني عن الله طرفة عين. فالمواهب هتجيل ازاي؟
ان اولا اشعر بذلتي لله وافتقاري لله وعدم قوتي الا بالله، وبعدين لا حركة بيد ولا رد ولا طرفة عين ولا سمع كلمة ولا الا بامر الله سبحانه وتعالى. لان احيانا الواحد بيحكي لي من اطباء علم النفس ان يقول لك احيانا ده يجيله زهير المفاجئ لمدة معددة فجأة ينسى من هو. الله يا مثبت العقل والدين، انت ماشي في الشارع او قاعد مش عارف انت مين ورايح فين وجاي منين وبتعمل ايه. رونالد ريجان اللي كان الرئيس الامريكي لما جاء زهايمر في اخر حياته، فكان يمشي مع زوجته في الشارع فلاقي اهل الحي والناس يحيوه، فيقول زوجته هم بيسلموا عليه ليه؟ نسي انه كان رئيس دوله، نسي انه كان خلاص اتنسحت. بس عجيب ان اجدادنا وابائنا يعني سواء حفظوا القران او كانوا كثير الاستماع للقران، زهايمر ضعيف عنده قليل لان مخه شغال. فسبحان الله القران يحفظ الذاكره. وانا اهيب بالناس في رمضان اقول لهم نعمل كده معاهده بسيطه مع بعض كلنا، اللي مش حافظ القران انا اقول له على خطه يحفظ القران ان شاء الله. بسيطه جدا. يعمل ايه؟ ينوي من الان ان كل يوم يحفظ 3 ايات، دول عايزين 10 دقائق، ربع ساعه لله. 3 ايات على اخر الشهر عنده 90 آية، على اخر السنة عنده 1000 آية. ان شاء الله كنا من اهل الدنيا 5-6 سنوات يكون حفظ القرآن بإذن الله، ويعمل مراجعة اسبوعية لل 21 آية اللي حفظه، وبعدها 42، وبعدها 63، وبعدها وهكذا 100 آية. ما هو والله الذي لا اله الا هو، كم من اناس عندي على مدى سنين طويلة في خلال 3-4 سنوات لما الهمة، ما هو كمان هو حفظه مثلا نقول جزئين ثلاثة من الاخر يعني كده، وحفظ الكهف من كتر ما رديتها كل جمعة، ياسين، الواقعة، في سورة مريم كلنا نحب، الرحمن، يعني في سور معينة كلنا حافظينها محفوظة جدا صحيح. لما نضيف لها كمان 3 آيات كل يوم الله أكبر. ليه؟ هتجد اللي يحفظ القرآن ده من حفظ القرآن حفظه القرآن. يمده وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. والقرآن يحفظ بقدر قلة الذنوب، الذاكرة مرتبطة بقلة الذنوب، فإذا الذنوب كثرت ضعفت الذاكرة، وإذا الذنوب قلت يعني هيقول لك طب في أجانب عندهم أصل ده حياة الدنيا ربنا لازم يكرمه وينعمه نتيجة الخير اللي بيعمله. يعني مثلا أنت عايز فيلمنج أو حد من دول يضيع ذكره في الدنيا؟ ما ده القيمة اللي عملها. واحد نبيل في بريطانيا نزل من سيارة فخمة كده، وبعدين عند فلاح في ريف لندن، قال له انا جاي اشكرك لان ابني ده لما وقع في الحفرة الطينية فانت يعني انت شالته، يعني ده واجب، يعني طفل صغير وقع في بلكة طين ما لازم انقذه. قال طب انت عندك ولد؟ قال عندي ولد في سنه. طب ايه رأيك ان انا هاخده واصرف على تعليمه وادخله مع ابني لغاية الجامعة؟ فالفلاح طبعا فقير يعني خده، اخذوا ودخلوا كلية الطب في لندن. تمام. هذا الولد كان فيلمنج بتاع البنسلين، والولد الصغير اللي انقذه ابو فيلمنج كان وينستون تشرشل. سبحان الله يعني الخير ده يضيع. شوف ربنا يضيع حتى لو على غير مسلم، لا ربنا مش ظلام للعبيد ابدا ابدا. سبحان الله. فاحنا ازرع بس الفقر والفاقة لله وربنا ان شاء الله باذن الله هيفتح من عنده. انما اذا اردت ورود المواهب عليك فحقق الفقر والفاقة لديك، انما الصدقات للفقراء والمساكين. يا رب يكون الرسالة وصلت لناس كثيرة جدا ويكونوا فهموا ان شاء الله. وارجو في ختام الحلقة ان تدعو مولانا وان نؤمن خلفك. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، لا تعذبنا فانت علينا قادر، ارزقنا مولانا فيما جرت به المقادير، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته. اللهم فرج هم المهمومين، واذهب كرب المكروبين، وامن اخواننا في فلسطين وسوريا والعراق واليمن وليبيا وتونس وفي مصر وفي كل بقاع الارض التي تعبد فيها يا رب
العالمين. انزل الخير على اهل مصر وعلى العرب والمسلمين من كل مكان غدقا يا ارحم الراحمين. اللهم يا ارحم الراحمين اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. ربنا يكرمك يا مولانا وينفع بيك الحديث بقية ان شاء الله باذن الله. يعني كانت حلقتنا النهارده وان شاء الله باذن الله نشوفكم على خير بكره ان شاء الله. السلام عليكم.